من أروع وأجمل قصص الحب في الله سبحانه وتعالى. مرض الإمام أحمد رحمه الله يوما ولازم الفراش، فزاره الإمام الشافعي رحمه الله، فلما رأى عليه علامات المرض الشديد أصابه الحزن، فمرض الشافعي أيضا. فلما علم الإمام أحمد بذلك تماسك، ذهب لرؤية الشافعي في بيته، فلما رآه الشافعي قال: مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه، مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. حقا إنها من أجمل قصص الحب في الله سبحانه وتعالى، الذي أصبح غائبا في عصرنا الحاضر، الذي شغلنا فيه بالمادة من الماديات التي طغت علينا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.